انا بنحاول دايما، انا بشوف كده، انا بشوف ان الاهلاويه دايما على قد ما يعني احنا في ظل الازمات اللي كانت بتحصل الثلاث سنين اللي فاتوا مثلا مع بعض الاسماء اللي بتنتمي لانديه اخرى، وكانوا بيطلعوا يشتموا وينتقدوا اسماء معينه يعني طبعا معروفه، احنا عمرنا كنا دايما لما بنطلع مثلا في قناه الاهلي كنا نقول لهم دايما يا جماعه احنا هنا بنطلع بشعار النادي الاهلي، فشعار النادي الاهلي بيخليك برضو تحافظ على ان انت ما ينفعش تتكلم زي ما هما بيتكلموا او زي ما هو بيقول. عندنا رئيس النادي بتاعنا انا عمري ما شفته بيتكلم غير، انت شفت انت الاعلام التونسي بيوصفه ازاي؟ كل يقول لك كلمة كده كان يعني، والمغرب ان في يعني ناس من الجمهور في المغرب من صحابي انا بيقول يا اخي بختي بختكم يا اخي بالكاريزما اللي عندكم ده، يعني الناس خطير. بتتكلم كده، يعني الناس بتتكلم من منطق شايفينه رئيس بجد قليل الكلام بيتكلمش. هو في حد عمل كابتن خطيب انجازات كلاعب كوره وكعضو مجلس اداره وكرئيس لما تيجي تحسب البطولات؟ مفيش حد عمل ده في لا لا افريقيا. لا ما حدش عمل. انا عمره ما اتكلم عن نفسه. لا الحقيقه لا، انا انت مش عارف لما اتكلم عن نفسه بنكلمه نقول له يا كابتن احنا هنداء يقول لك ما النادي الاهلي، ما حدش اتكلم علي على اسمي. بالظبط. في كاس الامه في نهائي الكاس ان الكابتن حسام غالي يبقى موجود هو اللي بينزل بينما رئيس النادي موجود، دي حاجات دي رسائل. ده الاهلي، للاجيال، ده الاهلي، للاجيال، برافو عليك، ده ان ده الاهلي الاهلي ان للاجيال القادمه. بصوا الاهلي بيتعامل ازاي بالظبط. في وجود رئيس محترم واسطوره كبيره زي كابتن محمود الخطيب.